السلام عليكم. حلقة اليوم باش نخصوها أو باش نخصوا فيها زوز مواضيع غاية في الأهمية. الأخبار الأول يخص المدرب فوزي البنزرتي. البنزرتي اللي مستقبله مع المنتخب التونسي شبه رسمي، وباش نسمعوا مع بعضنا مربوط بالمقابلة متاع غدوة ضد منتخب جزر القمر. والأخبار الثاني أو الموضوع الثاني يهم قائد الفريق يوسف المساكمي. خليونا نبدأوا بالأخبار الأول ونبدأوا بفوزي البنزرتي مباشره. خليونا نسمع مع بعض. كل غلطه تصير ما نعتذروش عليها، لو باش تكبر المسائل باش نجيبو كريم طلبتو الكلمه فقط عجيب زتير وباش نرجعو. مازال باش نحكيو على كيف ناس. انا معلومه شبه مؤكده في صوره عدم الانتصار فوزي يستقيل. يستقيل ولا يقال؟ يستقيل. معلوماتك ثابته يعني؟ انا خدمه معطينيش وقت للتروازيام ستاج في مارس. والله يعني اعطيتك معلومه انه فوزي كان ما يربحش هو باش يستقيل، يعني مش الاطار الفني، راهو للتاريخ. الخبر في التاسعه سبور من عند نجيب المجلسي. لو المنتخب التونسي غدوه ينهزم او مانيش عارف، لو ما يفوزش على منتخب جزر القمر فوزي البنزرتي يستقيل، معلومه شبه مؤكده. ولهنا نجم نقولوا منا تشوي ومنا تكوي. لو المنتخب التونسي ينتصر على جزر القمر نعرفوهم ونعرفوا عقليه نتاع الملاعبيه باش يتفرعنوا. عباره جابوا لك كاس افريقيا من الزاير قبل، ولا جابوا لك كاس افريقيا من الكونغو الديمقراطيه. الكونغو الديمقراطيه هي ظهر لي هي الزاير. لذا لو باش ينتصروا على منتخب جزر القمر عباره قاموا بانجاز كبير برشا، وباش يتثبت فوزي البنزرتي وبالمنوال هذايا وبطريقه خدمه فوزي البنزرتي. ثم خبر ثالث مهم ومهم جدا كيف باش نحكيوا فيه ان شاء الله في الحلقه القادمه على الملاعبيه تاع المنتخب التونسي. نحكيوا على لي يوسف ونحكيوا على الياس العشوري، علاش ما عادش يحبوا يجيوا للمنتخب التونسي. لكن خليونا حاليا في خبر فوزي البنزرتي وامكانيه استقالته. يعني لو كان ينتصروا فوزي البنزرتي يقعد، وباش يقعد يغيب فيهم الملاعبية هذوما مستقبل المنتخب، وباش يرضي لك الجمعية الفلانية ويزينوا. يعني منتخب تونسي مزين ماشي في باله كيجيب المحليين ويزين هذوك تزيد يهيجوا عليك. يعني انت الجماهير هذية راهو ليت اليوم يتمنى ملاعبي من الفريق متاعه يكون موجود في المنتخب كرش كبيرة، راهو تجيبوا للمنتخب غدو يحبوا يلعب أساسي. ما تلعبوش اساسي يولي ساعه انك جبته حق مكتسب وهو ما يستحقش، يولي لا يحبوا يلعب اساسي ولا باش يصير عليك الضغط. لذا جيب الكل من برا، جيب الكل من برا تو الجماهير كلها تسكت. يولي بالرسمي راه فيه عنده منتخب، بما انه ما عندوش ملاعب بالفريق نتاعو كيشجع ويتفرج، ما حبش يشجع ربي معاه. اما كان انت ماشي في بالك كفوزي بنزرتي هذه لو كان قاعد في المنتخب باش تكمل بالطريقه هذه، راهو الضغط باش يكون كبير عليك برشا برشا برشا، وخاصة لو كان تدخل فيها فلوس كما صار 2022 قطر والملاعبي اللي يكون موجود في المنتخب 700 مليون، وقتها تخذت وقتها المصيبة والطامة الكبيرة. لذا تخاف لو يقعد فوزي بنزرتي يقعد يتصرف بالتصرف هذا، المنتخب عادي جدا يترشح كوب دافريك ويخرج كالعادة من التور ذول، وخاصة تفرق بين انك تلعب في المغرب وبين انك تلعب في ادغال افريقيا. المغرب ديما جو اخر ودنيا اخرى وعالم اخر، يعني ماذا بينا قدام الاشقاء المغاربه نوصلوا لبعيد، ما نخرجوش من التور الاول وفضيحه كيف فضيحه الكان الاخيره في الكوت ديفوار. ولو كان باش يستقيل فوزي البنزرتي، ولهنا الاشكال فرق بطبيعه بين يقال وبين يستقيل. والله لو كان قال يقال عادي، هل اللجنة التسييرية ذي عندها مدرب عندها بروفيل في مخها يمشي فوزي البنزرتي يجيبوه، لكن انه باش يستقيل باش يصير فراغ كبير برشا. وشكون هالمدرب اللي باش يجيبوه في الفترة الحالية؟ وخاصة نعرفوا المشاكل المادية الكبيرة يعني بها المنتخب، نعرفوا انه المنتخب طردوه من الاوتيل، نعرفوه الشيء ذي، نعرفوا انه المنتخب قالك ما تجيبليش برشا ملاعبية من البرة، وخاصة بعض الاخبار تقول انه عصام الجبالي ما جيش على خاطر بي نتاعو غاليه في اليابان. هذه بعض اخبار في الكواليس قاعده تدور كيف مشاكل في السفره نتاع الكوت ديفوار، يعني مشاكل ماديه كبيره يمر بها المنتخب التونسي. ما مدرب باش تجيبه تو، تخاف لا تجيب مدرب مهلهل مقشقش ما ينجم يعمل لك حتى شيء. ممكن اللهم يرجعوا
مهدي النفط يا خويا فك علينا من حكايه المليار ويكلموا كمال يدير وانا نقول له راه ما عندي حتى دخل في الموضوع وكذا ويجي خويا وننساو الماضي برا هكا عندك المنتخب التونسي برا درب وهكا عندك كاس افريقيا وعندك كاس العالم والله هكا نمشي معاك وهذاك علاش قلنا منا تشوي ومنا تكوي نجيو حاليا اليوسف المساكني يوسف المساكني في تصريح الموقع وين وين القطري يقول او يحكي على مستقبله مع المنتخب التونسي نعرفوا احنا توا يتعرض لانتقادات كبيره ويوسف المساكني ما عادش عنده من الامكانيات البدنيه على خاطر كي تكون عندك امكانيات فنيه وامكانياتك البدنيه مهلهلة وطايحه الامكانيات الفنيه نتاعك بطبيعتها باش تطيح ما عادش تنجم تعمل اللي كنت تعمله قبل ونشوفوا توا الكوره تشوف انت توا في العالم الكل تشوف كيفاش الكوره الفيزيك في الكوره والدنيا في الكوره حاجه اخرى ما عادش يعني نمساكني يا كلي في افريقيا ودزني وندزك ودنفر وراهو الملاعب يزادك فيزيكمون طيح ريت حتى باش يعمل اكسيلراسيون باش يحاول يذب ما عادش نجم تخونه البدن ويخونه يولي حتى الجيست تكنيك نتاعو مشلقه الادفرسير يفيق بيه شنو هو باش ينجم يعمل لابوي نتاعو ترزن تولي تفهم الملاعبي علاش يقول لك ملاعب ما عادش ينجم يعمل اللي كان يعمل فيه قبل مربوطه بالجانب البدني مهما كان اسم اللاعب شوف انت كريستيانو رونالدو شنو كان يعمل شنو هو توا يعمل صحيح مازال لكن شوف قبل وشفته ميسي شوف قبل وشفته يكذب عليك راهو العمر عنده الدور مهما كان الملاعبي كبير الناس تستنى في يوسف المساكني يا اخويا يزي سي يوسف يصرح ويقول لك كاس فريق قديم ثماش كلام ما ثماش كلام كاس افريقيا باش يكون موجود وكاس العالم 2026 كيف كيف باش يكون موجود هو العلم عند ربي سبحانه 2018 تضرب وما كانش موجود هو العلم عند ربي سبحانه لكن الإشكال إنه كي يوسف يقول لك باش نكون موجود يعني بيده هو الحكاية يعني لو كان هو ما حبش يعتزل ويحب يقعد في المنتخب التونسي يقعد يخي تقعد على حساب غيرك رو هذا الإشكال الكبير نوعية متاع يوسف المساكني مش شكل يعطي للذل كارو وعادي في الكورة إنك تعطي كريستيانو رونالدو عادي للذل كارو تشوفوا في المونديال الاخراني يقعد على البنك وكي يهبط يحب يعمل البلوس ويحب كذا ويجري ومكرس الجهد نتاعه والروندمون نتاعه الكل المنتخب بلاده ما يهمنيش المهم منتخب رونالدو لو كان يقولوا له تلعب دقيقه واحده في المونديال مثلا القادم وتهز المونديال لا يقول لك نلعب دقيقه المهم نهز المونديال المهم منتخب بلادي يهز المونديال هذا كريستيانو رونالدو وما ادراك يعني مكرس جهده المنتخب بلادي يوسف المساكني ينجم يحطم لك ملعبيه وديجا قاعدين يتحطموا ولا ملعبيه توا ملعبيه في البوست نتاع يوسف فرقعوا الكل فوروهم الكل وقعد كان هيك قعد اش عملت فيه هيك مع جزر القمر ما نجم تعمل حتى شيء لذا نصيحة لله في سبيل الله يا يوسف راهو الضغط ماشي باش يزيد يكثر عليك ولو كان باش يجي راهو مدرب محنك مدرب صحيح وكما نعرف انا وما يسمع حتى حد وأردراس وكذا ليه تكيك على جنب وتخرج من الباب الصغير انت توا لا غالب لا اش باش نقول لك والله لو كان خرج بعد المونديال ممكن نمشي معاك اما توا كان باش تخرج توا خرج من الباب الصغير وكان باش يجيك مدرب اخر باش يخرجك عبارة خرجت من الباب الصغير ولو كان باش تقعد في المنتخب وتلعب في تلعب في الكان والمنتخب عادي جدا يخرج من التورلول معناه باش تزيد تقعد معناه انت لو المنتخب يخرج من التورلول تزيد تقعد للمونديال على خاطر بين الكان والمونديال راه 6 شهور عادي يقول لك كملها من 6 شهور نمشي المونديال معناه باش تقعد على قلوبنا حتى لو كان المنتخب التونسي من ازمه الازمه انت مازلت قاعد هكا بصراحة بصراحة هكا ما يجيش وهكا برشا برشا عش حيش بصراحة في ختام الحلقة كالعادة البياري متبقى كمش يقولكم تحية تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام